عندنا الكثير من المخرجات والكثير من الأمور اللي ركزنا عليها، ولكن لله الحمد أقدر أقول إن نحن سعيدين بتواجد معنا عدد كبير من صناع المحتوى الذي تجاوز فوق 7500 شخص متواجدين معنا، الذي إذا حصرنا عدد متابعينهم نقدر نقول إن 1,600,000 شخص بهذه النسخة اللي تجاوز عدد النسخة اللي فاتت. جميل. إنزين إذا بنتكلم بما أن اشتريتي أستاذة نورة النسخات السابقة والحالية والقادمة، كيف ستعمل القمة على تطوير الإعلام إن كان الجديد أو حتى التقليدي منه؟ نحن في البداية أكاديمية الإعلام الجديد نرى أن الإعلام الجديد مكمل للإعلام القديم، وأن كل واحد يسري في مسار أن نحن نكمل بعض. ومن خلال هذا المؤتمر نحن نسعى بأن نقدم 4 مسارات تدعم وتطور صناع المحتوى ومجال الإعلام. عندنا المسار رقم 1 اللي هو المسار لنتقدم، الذي يساهم في تطوير صناع المحتوى على قنوات التواصل الاجتماعي وزيادة عدد متابعينهم. وعندنا المسار الثاني اللي هو مسار لنكسب، الذي يساهم في زيادة أرباح صناع المحتوى وصولهم للتارجت اللي حاطينه في بالهم من الأرباح المالية. وعندنا المسار الثالث اللي هو مسار لنبدع، اللي يساعد صناع المحتوى في معرفة الكتابة الإبداعية والإنتاج الإبداعي والتصوير الإبداعي، بحيث أنهم يقدمون محتوى إبداعي مميز. وعندنا المسار الأخير اللي هو مسار لنتقارب، واللي هو أساسا هدف هذا المؤتمر وجود الشركات الإعلامية اللي تقدم كافة الدعم لصناع المحتوى والمؤثرين، بحيث أن المؤثر لما يكون متواجد يلاقي الفرص المميزة والصفقات والمؤسسات اللي تحتضنها. جميل. اليوم قاعدين نتكلم عن النسخة الثانية من قمة المليار متابع، فبعد نجاح النسخة الأولى شو اللي ميز هذه النسخة تحديدا؟ طبعا في النسخة الأولى نحن استضفنا تقريبا أكثر من 120 متحدث من خلال 40 فعالية كانوا في الجلسة في النسخة الأولى. أما في النسخة الثانية أقدر أقول لك أن عدد الفعاليات 100 فعالية. جميل. وعدد الزوار وعدد الناس اللي سجلوا في هذه النسخة ما شاء الله وايد، لدرجة أن التذاكر كانت سولد أوت، وما زالوا الناس يبون تذاكر ويبون يحضرون الحدث، وهذا شيء ندل على نجاح النسخة الثانية الحمد لله. الجلسات القادمة نورة خلال اليومين القادمين شو بتكون عناوينها؟ عندنا الكثير من الجلسات اللي تدعم محتوى صناع المحتوى. عندنا جلسة خاصة بالاقتصاد مع أبو هشيمة، عندنا جلسة كذا جلسة متخصصة في الصحة النفسية، عندنا جلسات متخصصة في صناعة المحتوى الإبداعي مثل الدحيح في كيفية إنتاج حلقات إبداعية مع الدحيح، عندنا المؤثر المشهور خابيلام اللي أقام جلسة اليوم وعلم فيها الحضور كيف ممكن تقدمون محتوى من دون ما تتكلمون وتزيدون في عدد المتابعين. وعندنا كانت اليوم من أبرز الجلسات اللي عليها إقبال كبير جلسة أنس بوغش وشاري العفاسي اللي ما شاء الله كانت تشهد حضور كبير بالفعل. إيه نعم أكيد. نبي نعرف كيف بتخدم هذه القمة أولا صناع المحتوى، وثانيا نوع المحتوى تحديدا واللي أنا أعتبره الأهم من وجهة نظري. تمام. نحن في هذه القمة ركزنا أن نحن نحط جلسات ونحط مناظرات ونقاشات في كل التخصصات اللي تدعم المحتوى لصناع المحتوى، مثل المحتوى الرياضي، محتوى الاقتصاد، محتوى الصحة النفسية، محتوى الاستدامة وغيرها من المحتويات. ممكن أن تعطيهم مثل ما تقول الخطوة الثانية في تطوير محتواهم. وأيضا يمكن اللي يميز هذا الحدث ان اذا في صانع محتوى مبتدئ وتواجد معنا وشاف التخصصات وشاف الاشخاص والمؤثرين اللي تميزوا وخذ تبادل الخبرات، ممكن يعرف شو الخطوه الجايه وفي شو هو يتخصص. نعم بالفعل. من ضمن ايضا فعاليات قمه المليار المتابع شاهدنا ايضا تخريج صناع المحتوى من برنامج فارس المحتوى الموسم الرابع، كيف كانت الفعاليه والتخريج ايضا؟ اليوم لله الحمد تم تخريج 80 صانع محتوى من أكاديمية الإعلام الجديد. كان ضمن برنامجين، برنامج فارس المحتوى النسخة الرابعة وبرنامج صناع المحتوى المتخصصون. ما شاء الله يعني فرحتنا فيهم جدا كبيرة، ونقدر نقول أن صناع المحتوى في الفترة الأخيرة لهم بصمة مميزة، وهذه الدفعة بالذات يعني أقدر أقول صناع محتوى المستقبل قادمون بقوة. جميل. قادمون بقوة، هذه بتاخذنا نورة للنسخة المقبلة مثلا نتكلم عن رقم يتجاوز ويتخطى المليار برايج؟
أكيد بإذن الله. نحن كم تتوقعين؟ نحن في هذه النسخة من مؤتمر المليار نحن تخطينا المليار و600، خلينا نقول ولكن مليارين، ولكن في النسخة القادمة ممكن نقول مليارين ونص بعد. إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. الله. أكيد. وأذكر أيضا نورة أنت قواك الله أيضا ما شاء الله العمود الفقري لهذه الفعاليات ولأكاديمية الإعلام الجديد، ودائما تطلعينا بآخر الأخبار ومشرفة على كل الفعاليات، وإحنا نتابعك دائما إن شاء الله وقواك الله. وكل الشكر الجزيل لك نورة الزعابي مديرة المواهب في أكاديمية الإعلام الجديد. يعطيكم العافية. عافيتك ربي. شكرا. شكرا. الموفقة يا رب.